لكم ان شاء الله يا رب تكونوا بالف خير ونعمه وانتم تتفرجوا فيها اليوم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حبيت نعدي معاكم نهار اليوم، نهار اليوم البنات حافل 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 حافل. اول حاجه تو نصور معاكم الصباح تقريبا 9 متاع الصباح. اول حاجه باش نمشي ونمشيين ايجا نسايج نمسو صبوتي ايش جنقول ومشي مانيجا عيد فيس كبوتك اي فيس كبوتك فيس معش فكري فيس جي شكري جي جي شمشيو المانيجا شمشيو المانيجا البس هاي البس البس حصيلو عاملين يدوش بيكم شكون البارح كلمنا احنا سيدتي فاطمة سيدتي فاطمة شو قالت لنا لا 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 نمشيو اما وش نمشيو احنا تو شو وانا مانيش وانت شنو تقول؟ مانيش ماشيين دار الثقافة هي شنو نلعبوا فيها أنس فهمت؟ باهي فاهمة عبدة إيه باش نعملوا نشاطات وألعاب وكل شيء حاسي بلاصة أخرى العشية باش نمشي أنا وأختي يعني كفما برشا في مساكن أول مرة بصراحة باش نمشي العشية تو باش نعملوا جو حاسلوا ما نطولش عليكم المقدمة كل شيء ما نطولش عليكم المقدمة خليكم معايا في الفيديو متاع اليوم ما نعرفش باش نخليه كان متاع الصغار وإلا ندخل فيه كما قلت لكم باش نهزكم العشية معايا طولي هيا هيا نمشي والله غالب سلمى ماهيش معانا خاطر بصراحة ما نهجمهمش الصغار الكل مع بعضهم هيا معانا أنا تظل انا اللي مقل بحذايا بس هاي سيلم تجغلوا فانا ما بعضكم ها وبعضكم الصور بخير انتي عملته بالعراوسة فاطمة ولا مش تابعك ليه ليه العريس انتو ما مش تابعني اما التابلو تابعني شابك دل ما كنت تابلو احلية احلية والله كلها والماسك وين تابعينا كل واحد احنا اختار احنا ديتيم والمتفقدة معناها قيدت علينا شنو نخدمه قال اني حبيت الربيع جسدته فادية سميتها الربيع والورشات وكل شيء والورشات هذو ما مش صغار مش زوقام شو تهم كنا ناقصين المسكويت سيزيناهم جبنا اللماع جبنا الرش جبنا كل شيء باش يعملوا ورشات كل صغير والبنات يعملوا متاع تيجان صحيت متاع ورد انس تضحك لي انس انس اضحكت عايش يجي نعمل تحيط على امي إيجي نشوف فما لعبة هنيش إيجي نشوف هاي إيش فما نشوف لعبة لهنيش إيجي شوف بس عادي نحيدك من خيالك
شوف شوف هني بيتا بعد تلعب فيهم بعد تلعب فيهم هذوما بعد تلعب فيهم بهي عرفت هذوما لعب شنو ما تعرف تلعب هذيا يا يا ربي تعمل من تعمل غسيل يا ربي تعمل حاجه تحب لك تبتك وجينا انت عندك الروضه دي اي او قعدت شو تعمل شو تعمل هذه تبع سالم ونس هي اللي عملتها هذه روضة البركة قاعدين تشوفوا البنات كل روضة فيش اختصت خاطر هما كل واحد ويختار موضوع باش يعمل عليه الديكور متاعه والأنشطة متاعه كما شفتوا روضة اللي يقرأ فيها يعني سالم وأنس عملوا الموضوع متاع الربيع وكل واحد فيش اختص بصراحة كل واحدة أحلى من يعني كل هيك الديكور احلى من الديكور اللي بعده بصراحه كلهم عملوا حاجات مزيانه على الاخر حاجات جذبت الصغار حاجات فرحه الصغار من احلى النهارات اللي عديتهم مع صغاري هيك في حاجه كيف ما هيك بصراحه رفتوا بلاصه تتفرهد فيها يتفرهدوا فيها الصغار ويستمتعوا عرفتوا كل يعملوا فيها أنشطة وكل بلاصة انت شنو تحب أنشطة مختلفة بصراحه برافو 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 ربي يعطيكم الصحة الناس الكل اللي كل واحدة يعني عملت مجهودها باش طلعت هيك ديكور كيف ما هيك وعملت حاجات كيف ما هيك باش تفرح الصغيرات عايشكم الناس الكل وربي يعينكم الناس الكل ويعطيكم الصحة ان شاء الله بالحق بالنسبة لي أنا روحت فرحانة الدنيا كلها منظمة نظام برغم أنه فما ناس وصغار وكل لكن الدنيا كلها منظمة الدنيا كل محلاها صغيرات يلعبوا فرحانين كما قلت لكم البنات بصراحة بالنسبة لي إن شاء الله يا رب يتعاودوا الحاجات كيف ما هيك في عيد الطفولة خاصة خلي صغيرات يفرحوا ويتفرهدوا وكل ولهني فما صباحي شنو يا بنتي شبيك؟ ايش تقولي؟ حيقول يا بنتي ايه؟ عملك يا لبيه بالموسيقى بالتصفيق بالجيب عملنا صديق من مهرج تيتو حبكم تصفقوا عليه بالخوي 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 يلا مش عم رغفات مزيانين يلا كله معكم تقولوا صباح الخير عادي حتى لو خفت من الموقف هنا ترى يلا حاضرين باش نعملوا رقصه احنا بعد سيفتنا نحتفلوا بعيد طفوله في العالم كامل فما عيد طفوله عارفين كيفكم كل مره نعملوا رقصه من بلاد نعملوا رقصه من المانيا يتبعوها يلا ترى كل ايدينا فوق ترى ايديكم الفوق ايديك الفوق ايديك الفوق الكل Oh,
سمولي تسيق اخوي عليكم خويا. يلا نزيدوا الاخيره نمشي لالاسكا اخر واحده تو بعد نعمل ترتيحه باش نرجع ندور في الونشات نتاعنا ومازال عندنا جونجلاج والعاب سحريه وبرشا جو. ايه انا متابعين الارض ولا كنت حابين نشوف الحشره هذيا ورجعنا للورشه سنين لعبوا 50 عام شوف اقنعه وانتيجين ورد والدين نتاعنا نحن نحكي الربيع كل شيء يعرف اللي ديرك تحتاج معايا اسمعوني هذوما ذوقوا الانتيجين البلاد شي ذوقوا تاب الولاد يعملوا برشا ربي يشوف فيها هنا هنايا صحيت يا ناس هاي نعملوا لها لاستيك انا ماما سيرين انا ماما هاي كل صور لي انا تصويره البره لي قول لي انا تصور قول لي نوقع عيني كني تو صحيت المدينه سيدي قوم انا قوم انا هاي سيدي يا نوسه او ازرق خليتي انصت خوله تضحك حقيقه كانت سالم فاش قاعد يعمل يا سالم فاش قاعد تعمل لونه في زربية انا صدرس هاي نشوف شوفوا
اجا سالم ايش هاي سالم المرأة اللي تبقى مضومة كل لون حطه في لون وي هيك هنا هو الاحمر ايه صحيح انا سالم هيك سالم هذا يلعب بيه من بعد لو ياخو بعد ذي يلعبوا بهيك يا صحيح انا هو الازرق صحيح احمر حط الاحمر صحيح برافو اختير لوحه شنو تحب تعمل الوانك شنو تحب اكيد أولاني العشية كيف ما قلت لكم البنات باش نمشي حاصلوا عاملين هكا حدث آخر في دريسينج متاع هيك نسي وكل عملته ونظمته شيء ما بهليل كان مش أني غلطة الحقيقة نتبع فيها على في الفيسبوك عندها جروب نتصور اللي في مساكن ولا مساعدين يعرفوها حبيت نعمل طلة زادة يعني فما برشا حاجات الحقيقة هو باش يتواصل النهارين هكاك نهار الخميس ونهار نهار الجمعة حبيت نعمل طلة وهوك نوريكم شنو شن بعد نازلين متاع الوزير عنا هدية بسيسة زوزة عنا بسيسة جنجلان عنا بسيسة بستاش عنا بسيسة بفريو لانواع الكل تبارك الله وعنا ان شاء الله بسيسة الزبوب وان شاء الله انت يا نادي اللي اسمها هي أميرة قال لي حب النوم فتشريتها ناس كتير عنا الجرنال زادة عدد العربي يحلو العربي معنا سابلي والغريب عنا سابلي عدد عنا كفري فيها ال معنا تجو في ايدك تمشي لبلاصة تمشي لبلاصة بربع اسم كبيرة بيها بيها بعشرة ديها ثم صغيرة كل زادة غدت لكفري فيها يا رحمة وكما قلت لكم البنات هذا شنو فما الحقيقة اني ما صورتش الكل اما حبيت جست نوريكم نعرفش اذا هو باش يقعد في بالي باش يقعد الخميس والجمعة
ما نعرفش الفيديو ضايب وقتاش باش يخلط لكم. المره اللي فاتت زاد شيء ما عملت ايفينمو محلاها بالرغم اللي هي بحذا داري في استاد، اما الله غالب اني وقتها ما كنتش يعني متبعه على الجروب وما ندخلش برشا على الفيسبوك وما في باليش باللي باش يصير. صار ايفينمو كبير على الاخر، واللي في مساكن نتصور يعرفوا معناها وشنو صار ونتصور مشاو. بالنسبه لي اني ما مشيتش الله غالب. المره هذه حبيت هيك نمشي نشوف الجو، والله الواحد جوز حتى يتفرهد اني حبيت نعمل طله زيد على تبش الصغار. حبيت نعمل طله كما قلت لكم البنات تلقاو لهني هيك يعني تبش جديد باش تلقاو زيد مستعمل. كما قلت لكم هو فيد دريسينج يعني تلقاو المستعمل والجديد وشكون وكل واحد شنو الاختصاص نتاعو شنو يبيع. فما زيد البارفانات المكياج برودويات رنوشة، تبش حاجات نتاع حلو، حاجات نتاع رمضان، تحديدات رمضان، لبسايس، كل شيء تلقى. ان شاء الله ربي يعينهم وان شاء الله ربي يعين شيماء هيك. كل مره تعملنا حويجة كيف ما هيك نتلموا فيها نسي ويعملوا جو هكا اللي باش يشري حاجه واللي باش يتفرهد وكل عرفتوا كل واحد يلقى وين يمشي. المره اللي فاتت الله غالب ما صورتش بالرغم اللي هو بحث داري كما قلت لكم، ما صورتش وما مشيتش. أضاي الفيديو متاعنا لليوم جست حبيت نوري هيك نصور اللي في مساكن في بالهم بالحاجات اللي هضومة، وحبيت جست نصور للناس اللي يعيشوا البرة. صدقوني محليكم الكل، ديما جوني تعليقات وجوني مساجات من الناس تعيش البرة ويبدأوا متوحشين ريحة البلاد ويحبوا يعرفوا شنو صاير في بلادهم ويحبوا يعرفوا شنو هيك حاجات صايرة. وكنحاول كل مرة نعطيكم هيك لمحة صغيرة. نعتذر لكل واحدة صورتها وهي ما تحبش تظهر في الكاميرا، نعتذر لكل واحدة ان شاء الله تسامحني. نحبكم وعلى خير.